السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الملكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الحضور الكريم، ما أجمل الأمسية وما أجمل المناسبة، أمسية تتلألأ بوجودكم، ومناسبة تبدأها جامعة الفيصل الفتية لتحلق بآمال طلبتها إلى عنان السماء. أتشرف أصالةً عن نفسي ونيابةً عن زملائي في رابطة طلاب كلية الهندسة في جامعة الفيصل أن نرحب بكم جميعاً، ونشكر لكم حضوركم الذي ينم في الحقيقة على اهتمامكم بطموحنا نحن الشباب السعودي. كما نتوجه بالشكر الجزيل لجامعتنا جامعة الفيصل على إتاحة الفرصة لنا كطلاب لتنمية أفكارنا لخدمة وطننا العزيز، وطننا الغالي، وطننا الأبي، وقيادته الرشيدة التي نسأل الله لها كل توفيق ونصر. والآن أقدم لكم رئيس رابطة طلاب كلية الهندسة الطالب متعب بن عبد العزيز الرشيد، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنان السماء هي صوت الشباب السعودي الواعد، معلناً أنه الحاضر والمستقبل، ومعلناً استعداده لتحمل مسؤولية تحقيق رؤية المملكة 2030. عنان السماء مثال لما يمكن لرابطة طلابية إنجازه، وهي رسالة مهمة أن الجامعة ليست مكاناً للتلقي فحسب، بل للعطاء. أعتقد أننا تخطينا مرحلة التوعية بالرؤية، وحان وقت التوعية بمسؤوليتنا تجاه تحقيقها. هنا أطرح على نفسي وعليكم سؤال: وش دورك؟ وشكراً. أشكر رئيس رابطة طلاب كلية الهندسة الطالب متعب بن عبد العزيز الرشيد. أما الآن، ما هو دور الصندوق الصناعي في تنمية القطاع الصناعي، وما هي الفرص المتاحة لنا نحن الشباب السعودي؟ يقدمها لنا سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أبدأ بتقديم الشكر لجامعة الفيصل اللي سمحت بالمجال للشباب والرابطة بتقديم هذا البرنامج المتميز. صراحة شيء جميل جداً ويدعو للفخر، فأهنيكم على عملكم وإنجازكم. حبيت أشارككم نبدأ عن صندوق الصناعي كجزء بسيط من القصة الرائعة اللي نعيشها، وهي قصة رؤية المملكة 2030. بحكيها في ثلاث كلمات: طموح، تمكين، وإنجاز. هذه الكلمات الثلاث تختصر إحساسنا في الرؤية، وبعبر عن قصة الصندوق من هذه الكلمات الثلاث. الطموح: مع الرؤية لدينا بوصلة واضحة، ونحن في الصندوق بوصلتنا هي برنامج الرؤية
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اللي بيتكلم عنه زميلي بعد هذا العرض. هذا البرنامج من أكثر البرامج طموحاً، لكي يعبر عن طموحه يطمح لتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. خلينا نفكر في هذه شوي. أطلقت الرؤية 2016، نبيها في 2030، نبي المملكة في 2030 في 14 سنة تكون قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. هذا طموح عالي جداً ومحفز جداً ويخوف أيضاً كجهاز من أجهزة الرؤية، أنك ترى هذا الطموح وترى أن مسؤوليتك تصل لهذا الطموح، الواحد يستشعر المسؤولية اللي يعيش فيها. كيف عشناه في الصندوق؟ انتقلنا من قطاع واحد إلى قطاعات متعددة، قطاعات الرؤية خاصة قطاعات البرنامج، من منتج واحد منتجات متعددة، لكل منتج نحتاجه لنصل للهدف. كلمة أخرى هي التمكين، وهنا بتحدث عن شيئين مختلفين، تمكين المؤسسة وتمكين الإنسان. في النجاح أي عمل تحول ولا هدف بعيد وهدف كبير، يجب أن نبني الأشخاص وأيضاً نبني الأجهزة والمؤسسات، ولا ليس فقط نبني الأشخاص. فتمكين المؤسسة، فبالنسبة للصندوق لضمان استمرارية العمل تمينا بأتمتة الإجراءات بالكامل، وأطلقنا أول اتفاقيات إلكترونية في المملكة، وصلنا إلى 2000 وثيقة الآن. تغيير النظام وهو تغيير شامل، وقد يكون هو أهم تمكين صار للصندوق، حيث لم يتغير نظامه بشكل أساسي من عام 74، وتم تغييره بالكامل في 2019. وأخيراً زادت زيادة رأس المال للصندوق. هنا مثال أيضاً آخر الرؤية، منذ إنشاء الصندوق في عام 74 إلى 2016 رأس ماله وصل 40 مليار ريال. مع الرؤية في 3 سنوات ارتفع من 40 إلى 65 إلى 105. استثمار البلد في أهم القطاعات ووضع رؤوس الأموال اللي يحتاجها البلد شيء جميل، وإثبات على جدية التحول وجدية الأهداف اللي بنصل لها. الأهم والأقرب لقلبي هو تمكين الإنسان. تمكين الإنسان، نجاح أي جهاز مبني على الأشخاص، ونجاح الأشخاص يتم بالاستثمار في الأشخاص. ففي الصندوق تم الاستثمار من خلال إطلاق أكاديمية الصندوق وبرنامج الدراسات العليا وبرنامج القيادات المتميزة، وأيضا تم تعلم من الرؤية في تمكين المرأة، فمن 0% في 2017 عندنا 20% سيدات و 25% من الإدارة التنفيذية سيدات. ولعل أهم ما نراه في حياتنا الآن، وزي ما ذكرها أخوي متعب قبل قليل، هو تمكين الشباب في الرؤية. وفي الصندوق أطلقنا مجلس القيادات الشابة، وتم تغيير سرعة الترقيات والمناصب وغيرها للتأكد من تمكين الشباب في إدارة الصندوق. تكلمنا عن الطموح والتمكين. الطموح والتمكين، الطموح وضع لنا الهدف، التمكين أعطانا الأدوات لنصل للهدف، والثالثة هي الإنجاز. في أي رؤية يجب أن يكون عندنا طموح كبير، يجب أن يكون عندنا أدوات اللازمة للوصول هالشيء، ولكن يجب أيضا نرى الإنجاز تواليا. وهنا في الصندوق بأختار 3 إنجازات تمت. الأول في أكاديمية الصندوق تم تسجيل حوالي 4000 شخص من 370 جهة في مع منتدى الاقتصاد العالمي، تم احتضان منصة الصناعات المتقدمة كواحدة من 13 حول العالم. وأخيرا في عملنا الأساسي وهو الإقراض، اللي أداه الصندوق منذ الرؤية إلى اليوم أكثر مما عمله منذ إنشائه إلى 2008. مرة ثانية، اللي سواه الصندوق اعتمد من قروض وصرفه منذ إطلاق الرؤية في 2016 إلى اليوم أكثر مما عملناه في أول 34 سنة من تاريخ الصندوق. ولأني بين طلاب اليوم وطالبات، اسمحوا لي أن أضيف كلمة رابعة وهي الشغف. نعيش الآن في فترة استثنائية في بلدنا بالكامل، كل شيء يتغير. الحرص والقدرة على التغيير والطموح في الإنجاز رائع جدا. هنا بعيد اللي ذكره أخوي متعب، أتمنى من كل شاب وشابة هنا يتذكر وش دوره هو، وش الهدف، كيف تكون أنت جزء من هذا التحول، كيف تبي تقول بعد 20 سنة إن بلدي أفضل فضل الله سبحانه وتعالى، ثم لأني أنا كنت موجود هنا، لأني أنا أخذت المبادرة الفلانية.
وإذا ترى نفسك في التمكين وترى فيك الشغف، احنا ننتظرك عندنا في الصندوق. عندنا برنامج نخب. برنامج نخب هو في نظري وأنا بايس شوي هو أفضل برنامج تدريبي في المملكة. برنامج فيه للائتمان والتسويق والمهندسين. برنامج الائتمان مثلا جدول أمامنا هنا، من الناس المؤهلين اخترنا أقل 5% من اللي قدموا، ولكن يبدأ بتدريب نظري في الصندوق ثم تدريب عملي في الصندوق، بعدين شهرين مع فيتش ليرنينج في لندن، وشهرين مع جامعة ستانفورد في ستانفورد، بعدين تدريب عملي في HSBC وكريديت أغريكول في لندن وباريس. أنا كنت شارط على الزملاء أن يجي أتحدث، بس لازم أسوي دعاية للصندوق. التقديم يبتدأ قريبا إن شاء الله، فأتمنى أن أراكم عندنا في نخب. وأخيرا، همة السعوديين مثل جبل طويق، واليوم في هذا البرنامج عنان السماء شفت همة السعوديين، فجزاكم الله خير والله ينفع فيكم وكثر أمثالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور إبراهيم المعجل. بعد اتضاح رؤية المملكة 2030، ما هو دورنا في صناعة نجاحها؟ مع سعادة المهندس سليمان بن خالد المزروع، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير. أنا سعيد جداً بوجودي معاكم اليوم. كنت أتمنى أن المشاعر متبادلة، لكن أعتقد يوم جمعة مساءً بعضكم المفروض يكون في البوليفارد ولا في البر مع ربعة ولا يطالع مباراة ولا في السينما. حتى أنا ودي أكون معاكم في البوليفارد الحين، لكن قبل ما نفكر بالبوليفارد خلينا ندرش شوي. إن شاء الله ما راح تأخذ وقت، يعني 4 إلى 5 ساعات إن شاء الله ونطلع. اللي خلاكم اليوم تكونون موجودين معانا هو الشغف اللي قبل شوي الدكتور إبراهيم تكلم عنه. رغبتكم في التعلم، الاستفادة من خبرات الآخرين حتى تبنون خبرتكم الخاصة. هذا الشغف اللي أشوفه بعين كل واحد منكم، سواء مختلف التخصصات ولا مختلف الأعمار، هذا الشغف هو اللي خلاني يكون اليوم معاكم. أشكر معالي مدير الجامعة والمنظمين لهذا الاجتماع الرائع، والأخ متعب مع فريقه. ما أدري متى تخرج متعب، لأن لازم نعرف خريجين جامعة الفيصل مميزين، فنحاول نحرص على اختيارهم. كسالى، غير مبالين بالوقت، لا يهتمون بالوقت أبداً، وهذا جزء من عاداتهم وتقاليدهم اللي لا يمكن تتغير. هذا اللي كان ينقال على اليابانيين في بداية القرن 19، 1903 إلى 1913 تقريباً. هذا تقارير كانت تتكلم عنهم اليابانيين، اللي اليوم مثال للانضباط. اليابانيين اللي خلوا دولتهم مثال للجودة، اليابانيين اللي دولتهم تعتبر مثال لتطوير الصناعة والاقتصاد. ما سمعوا للكلام اللي كان ينقال عنهم، كلام المحبطين، كلام المشككين. كان عندهم إيمان بقدرتهم، إيمان بوطنهم، كانت رؤيتهم واضحة. علشان كذا صارت اليابان اللي صارت اليوم. في نفس المدة تقريباً 20 سنة قبل أو بعد، ألزمت بريطانيا تجارها بوضع علامة صنع في ألمانيا على المنتجات الألمانية، لأنها رديئة ويخافونها تختلط بالمنتجات البريطانية. هذه المنتجات أو هذه
العلامة اللي حطوها اللي كانت زي الوصمة عار للمنتجات الألمانية أصبحت علامة جودة، وأصبحت الماكينة الألمانية تعرف أنها أفضل جودة على مستوى العالم. كوريا الجنوبية نفس المدة لم يكن لديها صناعة أبداً. أفضل المؤرخين كان يقول أنهم ممكن يزرعون الأرز ويصدرونه، أفضل المتفائلين. بعض المؤرخين كان يقول أنه مجموعة يعيشون في الوحل، هذا الكلام مسجل ومكتوب كان يقولون عن الكوريين. اليوم كوريا مثال للقوة الصناعية العالمية بامتياز، هانداي، سامسونج، LG، كلها شركات عالمية نشوفها موجودة في بيوتنا وموجودة في كل مكان العالم. اليابانيين والكوريين والألمان ما صدقوا المشككين، ما صدقوا المحبطين، كان عندهم إيمانهم بدولتهم وإيمانهم بأنفسهم، كان عندهم رؤية واضحة وكان عندهم شغف، علشان كذا حققوا اللي حققوه. ليش نروح بعيد؟ في نفس المدة انطلق الملك عبد العزيز من الكويت، مجموعة بسيطة، إلى الرياض لاستعادة مجد آباءه وأجداده. أكيد كان في ناس يقولون لا تحاول، أنتوا قليل عددكم، عدوكم قوي، بس تخيلوا لو ما كان الملك عبد العزيز طيب الله تراه عند الإيمان بقضيته والطموح والرؤية، كان ما كان سمعنا في الرياض الملك لله ثم العبد العزيز، ولا صار عندنا الوطن المتسع الأرجاء والمليء بالنمو والازدهار الحمد لله. العزم في توحيد مملكتنا والحزم في الحفاظ على مكتسباتنا جيل بعد جيل كان هو الأساس لهذه القصة الملهمة. واليوم رؤية المملكة 2030 عندنا فرصة أكبر وعندنا مستقبل فيه فرص أكبر وتحديات أكبر، لكن طموحاتنا أكبر أيضاً. برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مثل ما ذكر أخوي الدكتور إبراهيم يطمح أن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وهذا طموح لنا حق فيه وقادرين عليه بإذن الله. لكن تدرون وش أقوى شيء وأعظم شيء تملكه المملكة؟ وش أكبر أسباب نجاحها؟ أعظم شيء تملكه المملكة وأكبر أسباب نجاحها هو أنتو. هذا في الحقيقة مو كلام سليمان مزروع، هذا كلام سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه. لولا المواطن السعودي ما حققنا ما حققناه، ولن نستطيع تحقيق ما نريد تحقيقه. إيمانه، إيمان المواطن السعودي وقدرته على أن يكون جزء من رؤية المملكة 2030 هو الطريق الصحيح لتحقيق رؤية المملكة 2030. وبدون المواطن السعودي ندلب أو أي برامج الرؤية أو أي مبادرات راح تكون مجرد ورق وحبر على ورق. لكن أنتوا شباب رؤية 2030، كل واحد منكم هو ممثل لرؤية المملكة 2030 بإذن الله، وبإذن الله بتكونون في القيادة، بعضكم إن شاء الله بيكون وزير عشان تقودون
رحلة المملكة 2040 وتصنعون الشباب اللي بيعيشون علشان يصنعون رؤية المملكة 2050 وهكذا. لكن اليوم أنتوا على يعني فصول الدراسية وفي مرحلة الدراسة وعلى بوابة التخرج، دوركم الأساسي في بناء المعرفة، تحصيلكم العلمي، اجتهادكم، حرصكم هو أكبر شيء تقدمون لوطنكم في هذه المرحلة، اكتساب المهارات اللي تهيئكم لسوق العمل هو أكبر خدمة تخدمون فيها وطنكم. أنصحكم كثير أنكم تهتمون بهذه الناحية. وعلشان تصير نصيحتي مرتبة، خلينا نشوف إيش الوظيفة اللي ممكن تناسبكم إذا تخرجتوا. عندي نصائح بسيطة عن الحياة المهنية، في وظيفة وفي حياة مهنية متكاملة. أنصحكم لما إن شاء الله تخرجون ومن الآن وأنتم تعملون لتهيئة أنفسكم، تحرصون على بناء حياة مهنية متكاملة. وش مواصفات الحياة المهنية متكاملة؟ بوجهة نظري البسيطة 5 مقومات، 4 نمو و1 رضا. أول وحدة نمو المعرفة، احرص أن الوظيفة اللي تبحث عنها دائماً تزودك بالمعرفة، خبرات نوعية، خبرات تقنية، تدريب وتهيئة بشكل مستمر إلى ما توصل إلى أعلى مراحل المعرفة في هذا العمل. فالعمل اللي يوفر لك نمو المعرفة هذا شيء إيجابي. النقطة الثانية وهي نمو الدخل، أهم من الراتب هو هل هذا الراتب ثابت ولا مع زيادة العمل وزيادة مراحل العمل وزيادة تطور الشخص الدخل يزيد معه. احنا ما احنا في حياة أفلاطونية، الدخل مهم، لكن احرص انك ترى العمل اللي يوفر لك نمو في الدخل مع مرور السنين. النقطة الثالثة وهي نمو المسؤولية، سهل جدا انتقاد القرارات لكن صعب جدا أخذ القرارات، وهذه تأتي بمهارات تتعرف عليها وتتعلمها من خلال مرحلة العمل. فالوظيفة اللي توفر لك الفرص لاكتساب هذه المهارات بحيث أنك بإذن الله تقدر تأخذ قرارات مستقبلية على مستوى القسم ولا على مستوى الوطن بإذن الله تكون مناسبة، فتتعلم منها طريقة اتخاذ القرارات والمسؤولية عن أشخاص تقودهم وأعمال قيادية. آخر شيء أو آخر نمو من الأربعة هو نمو الأثر، أثر عملك على مستوى المهمة، على مستوى المشروع، على مستوى الشركة، على مستوى الوطن، ولا على مستوى الإنسانية بصفة عامة. هذا النمو اللي يمشي معك راح يكون هو الأساس لحياتك المهنية، أن دائماً تحرص أن دائرة الأثر حقتك ترتفع مع الوقت. آخر واحدة وهي الرضا، دائماً نحرص الرضا عن النفس، لازم يكون أولاً العمل اللي تسويه يكون بإذن الله تجزى بالخير عند الله عنه. 2 يكون يحقق لك أنك تعمل في هدف سامي تفتخر فيه، يناسب مبادئك وأخلاقياتك وتربيتك، بحيث أنك كل يوم تقوم وانت في منتهى الحماس ومنتهى الشغف أنك تروح وتعمله كل يوم. هذه 5 عوامل هي اللي تساعدك في اختيار الحياة المهنية اللي تناسبك بعد التخرج. أنصح كثير أنك ما تركز على واحدة وتنسى الباقي، لأنها
راح تكتشف بعد 5-6 سنين من العمل أنك ضيعت فرص كانت تكون أفضل. الله يوفقكم في عملكم بإذن الله. لكن أخيراً قبل ما أختم ودي أقول أنه وانتوا تدرسون أيضاً هناك أناس محبطين مشككين يقدرون يقولون لكم أنه والله ما راح تقدر، أنت عاجز، لا يمكن تعملها، لا يمكن توصل. أرجوكم ما تسمعون لهذه أصوات. حنا في المملكة، في رؤية المملكة 2030 جاها كثير من المحبطين، جاها كثير من الناس اللي يشككون وأنها مستحيلة وأنها لا يمكن أن تتحقق. لكن الأرقام اليوم قالت غير كذا. اليوم الإيرادات الغير نفطية 200%، 193% تقريبا زيادة. قلل اعتمادنا على النفط إلى 60% بعد ما كان أكثر من 86. عندنا في 40 سنة إلى 2016 كان عندنا 7000 مصنع، اليوم عندنا 10200 مصنع، زدنا أكثر من 50% في بس فترة ال5 سنوات اللي فاتت. احنا صرنا الثاني عالميا في التنافسية التقنية، صرنا الثاني عالميا في التعامل مع تداعيات كورونا، وصلنا إلى مرحلة 20 في الناقلات البحرية والتعامل معها بعد ما كنا فوق 100. الدولة الأكثر نمواً في ميزان تسهيل سهولة ممارسة الأعمال على مستوى العالمي. أرقام كثيرة كسرناها في 5 سنين. تخيلوا كيف تقدر الوطن بوجودكم وبحماسكم شيء يحقق في 2030. نخلي لطموحهم محدود، وحنا بإذن الله طموحنا عنان السماء. شكرا. نحن مجلس طلاب الهندسة في جامعة الفيصل، هدفنا التقريب بين القطاع الأكاديمي وقطاع الآمال في المملكة، ويتجسد سعينا هذا بكل ما نقيم من فعاليات ومؤتمرات كعنان السماء وورش عمل ومحاضرات للطلاب. نهدف إلى كسر الحواجز لما يمكن لمجموع الطلاب فعله، وإيصال رسالة مهمة، وهي أن الطالب ليس فقط متلقي بل منتج وفعال في المجتمع. نستهدف في عنان السماء فئة الشباب، وذلك لأهمية دورنا في تحقيق رؤية المملكة 2030. تم هذا العمل ولله الحمد من قبلنا نحن الطلاب باستقلالية تامة، فعنان السماء من الطلاب للطلاب. كما أشار سمو سيدي ولي العهد بأننا جيل واعي وقادر، ولكن يجب علينا استشعار مسؤولياتنا تجاه تحقيق طموحاتنا. نشكر جامعة الفيصل لإتاحة المساحة لخوض كل هذه التجارب وإقامة النشاطات الطلابية. شكراً جزيلاً لسعادة المهندس سليمان المزروع. أما الآن ننتقل إلى محور آخر، ما هو دور الشركة السعودية للصناعات العسكرية في تطوير القطاع العسكري؟ وما هي الفرص التي تتيحها الشركة للشباب؟ يوضحها لنا سعادة المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم جميعاً. معاليك شكراً جداً على الفرصة الرائعة هذه، نقف جنب الحضور المميز ونلقي كلمة بسيطة عن الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي. تعودت أنا في أي مؤتمر أي محاضرة ألقيها أن أتعلم أكثر من أن أعلم أو أفيد، فأبي أبتدي لو سمحت بسؤال بسيط بس اللي بيجاوب إيجابياً بطلب منه يجي هنا ويشرح وش على الموضوع. فعلاً من يعرف وش هي شركة سامي؟ بس بدي أشوف يدين اللي فعلاً ممكن كله خاف الحين، طب خلاص ما حقول لحد يجي هنا، بس فعلاً من سمع منكم عن شركة سامي وهدف شركة سامي؟ ممتاز. شركة سامي طبعاً هي الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ولنا أهداف رئيسية محورية في المملكة العربية السعودية، منها توطين الصناعات العسكرية. سيدي سمو ولي العهد
مهندس رؤية 2030 في 2017 أعلن عن إطلاق شركة سعودية للصناعات العسكرية سامي، وكان السبب بسيط جدا ولكن مهم جدا، أن المملكة العربية السعودية الميزانية الدفاع تعتبر من أعلى ميزانيات دفاع عالميا، وقتها كان ثالث أعلى ميزانية دفاع في العالم، ولكن فقط 2 أو 3% من الإنفاق العسكري يوطن في المملكة العربية السعودية. طبعا هذا شيء لا ما هو مقبول، وكان هذا كلام سيدي سمو ولي العهد، فلذلك قال ننشئ شركة سعودية للصناعات العسكرية سامي لأن تكون هي الشريك الوطني الاستراتيجي لتوطين الصناعات العسكرية. ولكن الهدف ليس اقتصادي فقط، الهدف أيضا استراتيجي. طبعا الخبرات الحين والأسف في الحرب القائمة حاليا علمتنا أن الاعتماد على الآخرين له إشكالاته. 30 سنة خبرة مع شركات عالمية في الدفاع والطيران، وكنت في الجانب الآخر، ويوم فعلا يكون في إشكال أو حرب أو شيء الأسعار تطلع مرتفعة جدا، ولكن ما هو فقط السعر، أحيانا قطعة بسيطة من الغيار، قطعة الغيار تقول لك الشركة ستأخذ سنة للإصلاح أو تطوير القطعة هذه على ما ترجع تركب في الآلة أو الماكينة أو الدبابة، فطبعا كل شيء يتوقف. فلذلك الاعتماد على النفس هو من أهم الأسباب إنشاء الشركة السعودية للصناعات العسكرية. بإذن الله طموحنا أن في 2030 نكون من أكبر شركات الدفاع في العالم، وهذا هدف بإذن الله سيتحقق. نهاية سنة 2021 الشركة فعلياً ابتدت في 2018، جانيوري 2018 تم تعيين أول رئيس تنفيذي للشركة. في نهاية 2021 سامي دخلت أكبر 100 شركة دفاع في العالم. بإذن الله بنهاية 2025 سنكون من أكبر 50 شركة دفاع في العالم، وأؤكد لكم أن الاستراتيجية الموجودة في الشركة ستمكننا نكون من أفضل 25 شركة دفاع في العالم بحدود 2030، وقد نسبق الشيء هذا. أنا تخرجت نهاية 1989، أول عمل لي كان في شركة بريطانية للطيران والدفاع، وأول يوم أذكر دخلت حصلت نفسي أول مهندس سعودي موجود في الشركة، مع أن الشركة كان لها تقريبا 18 سنة 20 سنة في المملكة، واستغربت فعلا. بس بعد الكلام سألني رئيس المباشر قال وش تشوف المستقبل حقك هنا؟ قلت له والله أنا أحلم أن أكون رئيس شركة رائدة عالميا في الدفاع والطيران، وضحك وقال خلك تحلم لن يتم. أنا أدري زملائي سابقاً تكلموا عن الحلم والشغف، كان ممكن أن أخذ الكلام هذا ويحطمني ولا أحلم، أو أخذ الكلام هذا وأخلي يكون هذا دافع لي أن فعلاً أعمل أكثر بجهد أكثر وأكثر لأحقق الهدف اللي فعلاً رسمته لي من يوم تخرجي. الحمد لله استطعت ترأس إحدى أكبر شركات دفاع في العالم، شركة أمريكية، وفعلاً تعلمت منهم الكثير. ولكن في 2019 جاتني مكالمة قالوا بدنا تأتي، كنت الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط للشركة الأمريكية هذه، كان ثالث أكبر شركة دفاع في العالم، قالوا بدنا تنضم لشركة سامي. طبعا كنت سامع عن شركة سامي ولكن ليس رئيس تنفيذي، أنا كنت رئيس تنفيذي ولكن كرئيس الاستراتيجية. صدقوني كانت أفضل وأجمل مكالمة أسمعها، والهدف بسيط جدا، مع أن أنا بترك كرئيس تنفيذي وجي كرئيس الاستراتيجية فقط، ولكن رأيت أن سامي شيء للوطن، خدمة للقوات المسلحة، أرد شيء بسيط من اللي اكتسبته وجودي 30 سنة في العمل في المملكة ودول أخرى. فهدف شكرا. الآن في سامي يوم أتكلم مع أي موظف، وصدقوني كثير من الأحيان أترك 9 في الليل أو 10 في الليل أرى كثير من الشباب والشابات موجودين ما زالوا في العمل، ويوم تسألهم على الشغف، أنا أدري زملائي هنا تكلموا عن الشغف، لأن الإحساس فعلاً أنت قاعد تخدم بوطنك، قاعد تخدم قواتنا المسلحة، وهذا شعور فعلاً مميز غير العمل في أي شركة أخرى. أنا عملت في شركات سابقة ولكن والله الشعور هذا لم يكن موجود بتاتاً. الآن العمل كله انصب في خدمة الحمد لله قواتنا المسلحة وخدمة الوطن وتحقيق رؤية 2030 بإذن الله. فخلنا نتكلم بعض التحديات اللي واجهت سامي. أول استراتيجية، خلني أبتدي في الاستراتيجية للشركة. عمر الشركة فقط 4 سنوات، عدد موظفين الحين 2500 موظف في 4 سنوات.
في نهاية 2021 صرنا من أفضل 100 شركة دفاع في العالم، من أكبرهم، لأن هذا يقاس في المبيعات. الاستراتيجية حقتنا أن تنشئ شراكات عالمية مع أفضل شركات في العالم، مثلا أعلننا عن شركة شراكة مع شركة لوكيد مارتن، بإذن الله قريبا تسمعون مع بوينغ، أعلننا شركة مع ألفري هاريس، مع نافانتيا، مع تالس، أفضل الشركات دفاع في العالم. وبنفس الوقت استحوذنا على أفضل الشركات الموجودة في المملكة، قد يكون أكبرها واللي تم الإعلان عنه في نهاية 2020 هي شركة الإلكترونيات المتقدمة، لنطلق عليها جوهرة شركات الدفاع في المملكة العربية السعودية. بس أنا أدري قد تقولون الاستحواذ ولا شيء، إذا كان الفلوس موجودة واستحوذتم على شركة ما وش سويتم؟ أؤكد لكم أن هذا العكس. الاستحواذ سببه بسيط، الملاك الحاليين لشركات دفاع في المملكة، طبعا عندنا شركات بسيطة جدا، أعدادهم بسيطة وبإذن الله يكبر العدد كثير، ولكن العدد بسيط والملاك ما عندهم القدرة الاستثمار كبير يتوجه مع رؤية 2030. بعض منهم عندهم، ولكن بوجود الشركات بعض الشركاء يقولون أنا ماني مستثمر الاستثمار هذا. فالاستحواذ الشركة السعودية للصناعة العسكرية على بعض الشركات هنا ساعدنا جدا في أن نستثمر، نمكن الشركة، نوضع قدرات ونوحد الطلب والقدرات نوزعها تقريبا على الشركات عامة. فالاستحواذ الداخلي، الشراكة مع شركات عالمية، وأهداف بحث الأهداف الرئيسية هو نقل التقنية طبعا، ولكن اللي أقوله أنا دائما الأهم من نقل التقنية هو نقل المعرفة، وهنا أظن يكون دور الجامعات وبإذن الله مستقبلكم بإذن الله، أن ركزوا لأكثر عن نقل التقنية، ركزوا على نقل المعرفة، هي هذه اللي فعلا ستفعل فارق كبير بإذن الله تعالى. والآن حنا الهدف برضه هذا أحد الأهداف الرئيسية، العمل على تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي بإذن الله تبي تدخل قطاع الصناعات العسكرية. وأؤكد لكم أن هذا القطاع سيكون من أسرع القطاعات نمواً، لأنه في السابق زي ما قلت فقط في 2016 كان فقط 2 أو 3% من الإنفاق العسكري يوطن في المملكة العربية السعودية، والهدف هو 50%. أنا ما أبغى أطول عليكم، بس أرجع أقول أن الحلم مهم جدا. أنا أظن إذا سألتكم سؤال بسيط، كم تكلفة الحلم إذا واحد منكم يبي يحلم أكون المنصب الفلاني، أكون وزير للصناعة، أكون وزير للطاقة أو لأي شيء، كم كلفكم الحلم هذا؟ ولا شيء. فأرجوكم احلموا وخلوا عنانكم السماء فعلا، أن الحلم عالي، لا يكون حلم صغير، حلم فعلا مثل عنان السماء. لأنه أؤكد لكم بإذن الله إذا أمنتم في الحلم حقكم مهما تسمعونه، إذا سمعتم شيء يقول لك اعذروني بقولها في العامية ما عندك مع جدتي ولا يمكن تحقق الشيء هذا، خذوا هذا كرادع بإذن الله يقويكم أكثر وأكثر. وفي أشخاص حقولكم بإذن الله قدها وقدود وحتسوون الشيء هذا. الله يوفقكم جميعا، شكرا. شكرا جزيلا لسعادة المهندس وليد أبو خالد. والآن مع أهمية مبادرة الشركات الناشئة الجامعية ودورها في خلق بيئة محفزة وممكنة في جامعات المملكة، يقدمها لنا معالي المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فليتفضل مشكورا. أشكر زملائي في جامعة الفيصل بقيادة أخي المبدع دائما معالي الدكتور محمد، وأحييكم جميعا طلاب وطالبات في هذه الجامعة العريقة. في البداية خلونا نتخيل جائحة مثل جائحة كورونا حدثت قبل 20 سنة. في ذاك الوقت ما كان عندنا رواد أعمال، ما كان عندنا شركات ناشئة، ما كان عندنا تقنية تمكننا من هذا التغيير وهذه النقلة الكبيرة. لكم تتخيلون كيف بتصير الخدمات التجارية، كيف توصل لبيوتنا، لكم تتخيلون كيف التعليم بيكون عن بعد، لكم تتخيلون كيف العلاج والطب عن بعد، لكم تتخيلون كيف لقاح ينشأ خلال فترة قصيرة بهذه المدة وهذا الأثر اللي تم. تخيلتوا معي؟
اليوم رواد الأعمال والمنشآت تصير متوسطة، والاستثمار الجريء غير الحياة للناس. التقنيات مكنت التحول الكبير اللي نشوفه حول العالم، اللي حنا في المملكة ولله الحمد متعدين بكثير هذا التحول. اليوم المملكة تعتبر قدوة ومثل متميز للتحول على مستوى العالم بشهادة جميع مراكز الأبحاث والجامعات المعروفة والمرموقة. ولله الحمد المملكة العربية السعودية أصبحت قدوة أيضاً في إدارة جائحة مثل جائحة كورونا. حصلنا على المركز الثاني مثل ما ذكر أخي أبو خالد الأخ سليمان، وأيضاً حصلنا على المركز الأول في رواد الأعمال في إدارة جائحة مثل جائحة كورونا، وأيضاً حصلنا على المركز الأول كحكومة. ولله الحمد خلال الفترة الماضية انتقلت المملكة العربية السعودية في ريادة الأعمال من مرتبة 41 إلى المرتبة الرابعة ولله الحمد. كذلك انتقلنا ولله الحمد في حجم الاستثمار الجريء إلى أكثر من 2 مليار ريال. قبل إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية ما كان لنا ترتيب، ترتيب المملكة غير معروف. اليوم ولله الحمد ترتيبنا على مستوى المنطقة ترتيب الثاني، حجم استثمارات ولله الحمد كبيرة. كذلك على مستوى نمو المنشآت الصغيرة المتوسطة، وسمعنا كلمة أخي أبو سعود قبل شيء المهندس وليد أبو خالد في اهتمام المملكة في العديد من القطاعات وأهمها الصناعات، القطاعات العسكرية، وأيضا اهتمامها في المنشآت الصغيرة المتوسطة. نمو المنشآت الصغيرة المتوسطة خلال الفترة الماضية كان 48%، أعلى نمو في حجم المنشآت الصغيرة المتوسطة صار من تاريخ المملكة العربية السعودية. كذلك على مستوى التمويل، التمويل من البنوك اللي هي تعتبر الممول الرئيسي اليوم كتمويل قطاع تجاري بحجم تمويله، نما بنسبة 110%، هو أعلى نمو في التمويل بعد القطاع العقاري كان في المنشآت الصغيرة المتوسطة، حجم التمويل وصل إلى 200 مليار ريال. كذلك نمو الناتج المحلي كانت مساهمة المنشآت الصغيرة المتوسطة في إطلاق الرؤية المملكة 2030 20%، اليوم ولله الحمد وصلت إلى 28%، وكذلك على مستوى نمو المشتريات الحكومية في المملكة. دورنا إحنا كجامعة، باعتقادي الجامعات هي اللاعب الأول في الإنوفيشن، في الإبداع، والإنوفيشن اللي مبدي على البزنس، اللي اليوم نشوف شركات كثيرة قائمت على بزنس موديلينج معين و استمرت ونمت وكانت السكيلابيليتي حقتها جدا عالية. فذلك أطلقنا في منشآت مبادرة خاصة للشركات الناشئة الجامعية، خدمنا أكثر من 10,000 مستفيد منها جامعة الفيصل، كذلك 44 شركة ناشئة صدرت من هذه المعسكرات، 13 جولة استثمارية تمت، أكثر من 12,000 مستفيد عن طريق البرامج المختلفة في الجامعة. كذلك ولله الحمد نفتخر بوجود منهج ريادة أعمال في التعليم العام، وهذا ولله الحمد لأول مرة يطرح في المملكة، وكذلك وجود مناهج مختصة في ريادة الأعمال في أكثر الجامعات العريقة، وبإذن الله نتحول من مجتمع وظيفي إلى بإذن الله مجتمع ريادي. مجتمع الريادي هو المجتمع اللي يستطيع خلق شركة ريادية، شركة ناجحة، شركة مميزة، وشركة تكون لها أثر وتغير على مستوى المجتمع اللي هي فيه أو مستوى الوطن أو مستوى العالم بإذن الله. أختم حديثي في قصة سريعة وبسيطة. الشركات اليونيكورنز، تعرفون من يعرف شركات اليونيكورنز؟ ممتاز. وش هي شركات اليونيكورن؟ ممتاز. الشركة اللي يكون تقييمها مليار دولار تسمى شركة يونيكورن. يونيكورن ترجمتها بالعربي شركة مليارية. أي شركة توصل مليار تعتبر شركة يونيكورن. اليوم الجامعات العريقة على مستوى العالم MIT، ستانفورد، نيمت، يقيمون أنفسهم كم عدد رواد الأعمال اللي خرجوهم
وكذلك كم عدد اليونيكورنز كومباني. اليوم شركة MIT تقول خرجنا أكثر من 100 يونيكورن، فتفتخر الجامعات تخريجها شركات مليارية. الجامعات اليوم عندنا فرصة كبيرة لنا، ولله الحمد تحققت فرصة كبيرة لنا. شركات مثل جوجل ترى بدأت في جامعة، جوجل تعرفون الشركة الكبيرة الضخمة، فيسبوك بدأت في جامعة، سناب شات بدأت في جامعة، نيمت شركات كثيرة اليوم مو مليار، أكثر من مليارات الدولارات بدأت في جامعات. أعطيكم قصة سريعة. شركة يونيفونيك، من يعرف شركة يونيفونيك؟ ممتاز. شركة يونيفونيك هي شركة كانت بحث في جامعة، في درج في الجامعة، إلى أن جاء رائد الأعمال أحمد حمدان وأخذ البحث هذا وحول الشركة هذه من شركة نظرية في الجامعة إلى شركة عملية بالسوق، ولله الحمد قفلت آخر فترة جولة استثمارية بقيمة 125 مليون دولار. قيمت الشركة بأكثر من 450 مليون دولار، وإن شاء الله تكون شركة يونيكورن في السعودية. كذلك شركة لوسيديا هي شركة بدأت في الجامعة من طلاب أمثالكم، بدأت في الجامعة وتخرجت وانتقلت من مرحلة لمرحلة لمرحلة إلى أن أصبحت شركة متميزة. لو نشوف شركات الـ S&P 500، أكبر 10 شركات فيها كلها شركات تقنية. في اليوم الليدرز في الموضوع هو الانوفيشن، هو استخدام التقنية وتوظيفها بصورة متميزة. وأنا متفائل بإذن الله أن بكرة نغلق جولات استثمارية من الطلاب اللي موجودين معنا. كل الشكر لكم والله يحفظكم. شكرا جزيلا لسعادة المهندس صالح الرشيد. ومع تطور الصناعة السعودية في ظل رؤية المملكة 2030، ما هو دورنا، دور الشباب السعودي في ارتقاء الصناعة السعودية؟ يرشدنا فيها المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أصحاب الفكر والعلم، أصحاب الطموح والهمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ما الذي ينتظره القطاع الصناعي من الشباب السعودي؟ الحقيقة أنا قبل لا أبدأ هذا الجواب على هذا السؤال في أمسيتنا الجميلة الليلة، هو الحقيقة جواب عليه خاصة في جامعة الفيصل سهل وصعب في نفس الوقت. سهل لأنه حنا نتكلم مع في جو شبابي أريحي فيه يعني تفاعل، وصعب من ناحية أنه شباب الفيصل جامعة الفيصل من الطلاب اللي يدرسون يبحثون وينتقدون في نفس الوقت، وبالتالي تحتاج أنك تقنعهم وتعلمهم معلومة وتقول لهم إيش أهمية هذه المعلومة. الأمر الثاني في الصعوبة أن الصعوبة نفسها، أن الصناعة نفسها صعبة. يمكن زميلي أبو متعب بيزر الرشيد يدري وهو خبير في تعقيدات اقتصادية أنه من الأمور المعقدة هي الصناعة، وبالتالي هذا أيضا حمل آخر علينا، كيف نشرح لطلاب وشباب الطامحين أن يكون ينخرطوا في الصناعة. عشان كذا حتى لو قال أبو خالد أنه اليوم يوم بوليفارد وسينما، لكن بعطيكم واجب، أنا أبغى أعرف كيف يكون القطاع الصناعي جاذب للشباب السعودي استثماراً زي ما قال أبو أسامة قبل قليل، ووظيفة مثل ما قال أبو سعد قبل قليل في الصندوق الصناعي، ومستقبلاً. هذا بقول للمتعب يأخذ منكم هذه الإجابات ويرسلها لي، أو نسوي جلسة حوارية بعدين نتكلم فيه معكم إن شاء الله. الحقيقة شدني العنوان عنان السماء، اختيار لعنوان موفق وملهم.
فهو يعبر عن طموحنا كسعوديين. فشكراً لكم جامعة الفيصل والقائمين على هذا الملتقى من أسرة الجامعة بقيادة الشباب، المنظمين هذا الملتقى مجلس شباب الهندسة. وفيها رسالتين: الأولى أن الشباب يقود التغيير والسعي إلى الطموح في هذا العصر الزاهر، والثاني أن أسرة الجامعة بقيادة معالي الدكتور بجميع أطيافها ومسؤوليها ومستوياتها من العاملين الميدانيين في الجامعة حتى مديرها ممكنين وداعمين لهذه القيادة الشابة. والحمد لله أني أفخر أن تخرج من هذه الجامعة ابني عبد العزيز من جامعة الفيصل مهندس صناعي. وكذلك بأن ولد أختي عبد الرحمن الثميري وبنت أختي لولو الزامل وابني عبد الرحمن يدرسون الآن في هذه الجامعة، بل إن ابني فيصل الآن يدرس بمدرسة الفيصل، فكلنا ندرس نموذج الفيصل. فشكراً لآل الفيصل بن عبد العزيز رحمه الله الذي أكرمونا بهذا الصرح العظيم. الحقيقة هذا الصرح الذي يجسد لنا فكر وثقافة الفيصل كنموذج نتعلم وتتعلمه الأجيال في جامعة الفيصل. وليس بمستغرب عليهم، فهم رياديين في العمل المؤسسي الغير ربحي الاحترافي المتمثل بمؤسسة الملك فيصل الخيرية التي ساهمت ولا زالت تساهم في بناء هذا الوطن. فذرية الملك فيصل رحمه الله وأسرته توارثوا حسن التصرف والتدبير والحكمة عن أبيهم، ومن شاهد فيلم بورن أ كينج سيفهم ما أقوله جيدا. إذن ننتظر منكم في القطاع الصناعي أن تتمكنوا من أصول القيادة وحقوقها وواجباتها. فالقيادة تكليف وليس التشريف. أن يكون طموحكم عنان السماء وتعملون بهمة عالية، أن تتعلمون حسن التدبير والتصرف والحكمة، وهو نموذج الفيصل، نموذج القيادة، قيادة الفيصل. عندما نتكلم عن الصناعة فإننا نتكلم عن تأسيس هذا الوطن الذي صنعناه بأيدينا يوم بدينا منذ 3 قرون ولا زلنا نبنيه. فهذه هي الصناعة الحقيقية، صناعة الأوطان وتنميتها بسواعد أبنائه وبناته الذين هم الثروة الحقيقية لهذا الوطن. ونستلهم من يوم التأسيس أننا لم نصنع نجاحنا بتأسيس الدولة السعودية الأولى مرة واحدة، وإنما كررنا نجاحنا بتأسيس الدولة السعودية الثانية، حتى مرة أخرى أسسنا الدولة السعودية الثالثة بنجاح على يد المؤسس طيب الله ثراه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. والتي استمرت بقيادة أبنائه البررة في التنمية وحققت النجاحات في كل المجالات حتى عصرنا هذا، عصر الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، عصر الحزم والعزم. إذن ننتظر منكم أيها شباب وشابات أن تبنون الوطن وتكررون نجاحات الوطن فمنذ التأسيس. الأمر الآخر الاستمرار في التعلم والتواضع والانتظام والحزم والعزم، وهذا هو نموذج سلمان بن عبد العزيز. أهم هذه المجالات التي حققنا فيها نجاحاتنا هو القطاع الصناعي، فبدايته كانت من صناعة إنتاج النفط والثروة المعدنية على يد المؤسس رحمه الله وبعده الملك سعود رحمه الله، حتى كررنا نجاحنا في صناعة البتروكيماويات في عهد الملك خالد والملك عفاهد رحمهم الله. وهذا التراث الصناعي السعودي
من النفط والغاز والثروة المعدنية والبتروكيماويات يحق لنا أن نفخر فيه. من فضل الله علي وعلى أسرتي، أسرة الزامل من الجد والأعمام، أن كان لنا الشرف حتى نكون جزء من بناء الوطن، من صناعة هذا الوطن، حيث أني أفتخر وأشرف أن والدي رحمه الله معالي المهندس عبد العزيز عبد الله الزامل كان من المؤسسين لقطاع الصناعة والبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية مع نخبة من شباب هذا الوطن أمثالكم، الذين لم يقف طموحهم عند حد معين، وإنما كان طموحهم عنان السماء بتأسيس أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم، نراه ماثلاً أمامنا الآن في الجبيل وينبع ورأس الخير وجيزان، والذي كان يوم من الأيام كما ذكر زملائي قبل قليل حلم من الأحلام في عام 1975. بل إن أحد الصحفيين الغربيين أعده من المستحيلات على أبناء الصحراء، علينا نحن أبناء الصحراء، ولكن بهمتكم وهمتنا وبطموحنا حققنا الحلم وحققنا الرؤية، بل تعتبر الهيئة الملكية الجبيل وينبع أيقونة الرؤية ماثلة أمامكم. وأنصحكم جميعاً الحقيقة بقراءة كتاب والدي رحمه الله لتشعروا حقيقة بنشوة النصر الانتصار الوطن وبتحقيق رؤيته ومستهدفاته التنموية. الآن عندي كوز، متعودين على كوزات أنتم فلازم تجاوبون. السؤال الأول الذي ودي أن أسألكم جميعاً، من فيكم قرأ وثيقة الرؤية؟ بشوفها يادي ما في إلا، والله العدد مو كبير. الأمر الثاني، من فيكم قرأ الاستراتيجية الوطنية الصناعية؟ طبعاً هي الآن ما أصدرت وحن ننتظر سليمان يخلصها لنا فيها إن شاء الله ويعتمدها. فحقيقة الطلب اللي أطلبه منكم أن تقرؤون وثيقة الرؤية، كل واحد منا لابد يقرأ وثيقة الرؤية. هذه الوثيقة حقيقة فعلا هي دستورنا الذي نعمل عليه في الاقتصاد والتنمية. وكذلك عندما تصدر الاستراتيجية الوطنية الصناعية أدعوكم جميعا، وهذا أخي أبو خالد حقيقة هو مدير مشروعها الحقيقة لنفخر فيه، شباب سعوديين عملوا عليه بإذن الله ستصدر قريبا، أيضا أدعوكم أن تطلعوا على هذه الاستراتيجية الوطنية الصناعية. السؤال الثالث، وهذا سؤال يعني وجهة نظر الشخص يجاوب عليه، هل تعرف ما هو التخصص في الهندسة الذي له علاقة وثيقة بالرؤية والصناعة؟ مين يقول لي؟ أحسنت، أنا ما قلت لك الجواب بس هذا اللي أنا أعتقده، الهندسة الصناعية. الحقيقة الهندسة الصناعية تربط بين ما يسمى بالسوفت إنجينيرينج والهارد مانجمنت، وفيها كثير من إدارة العمليات. الذي يرى في الرؤية وتعقيدات كثيرة وردت فيها تحتاج إلى طريقة محددة في التعامل معها، وفي ظني أن المهندس والمهندس الصناعي بالذات هو الأقدر على التعامل مع هذه الرؤية ومع استراتيجياتها. السؤال الرابع، هل تعرف ما هو فخر السعودية؟ فعلا شبابها، لكن في شيء مرتبط بالصناعة. إنه صنع في السعودية، صنع في السعودية الذي أطلقه شاب سعودي طموح مقدام حازم صاحب رؤية وعزيمة قوية، إنه ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. فهو النموذج القدوة للشعب السعودي وأبناء السعودية الجميع الحديثة، سعودية تحول الأحلام إلى واقع وتحقق الرؤية، وهذا الشعب الذي قال عنهم سموه يتميز بهمة جبل طويق وطموح عنان السماء. فطلبي الآخر ليكن محمد بن سلمان نموذج القدوة لكم جميعاً في تحقيق الرؤية. أتمنى من كل فرد فيكم يتعرف على صنع في السعودية ويعيش صنع في السعودية ويفتخر بصنع في السعودية ويطور صنع في السعودية ويشتري صنع في السعودية. ولهذا اسمحوا لي أعطيكم نبذة مختصرة عن الصناعة السعودية. الرسالة اليوم تتمحور حول أهمية القطاع الصناعي، ولا أعنيه بمعناه البحت، فهو ليس محصوراً على مصنع أو آلة إنتاج، وإنما أقصده بمعناه الواسع، فهو يشمل خبراتكم ومهاراتكم وعزيمتكم أنتم وكافة شباب الوطن، ويشمل مراعاة متطلبات العصر الحديث وما يحتاجه الوطن في المستقبل من ريادة المستقبل ووظائف المستقبل القريب في مواكبة الاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي. والثورة الصناعية الرابعة أحد محاورها، والصناعات المتقدمة التي طرقت الأبواب والتي ستحدث نقلة نوعية في اقتصاد وطننا، مثل بإذن الله ما سيحصل في يوم بإذن الله. في يوم من الأيام كانوا يقولون أن الجبيل ينبع حلم لن يتحقق، والآن يقولون إن يوم حلم لا يتحقق، لكننا مؤمنين كشعب سعودي أن اليوم سيكون واقع على أرض الواقع بإذن الله. القطاع الصناعي يشهد نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة، بلغ حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي لعام 2021 أكثر من 81 مليار ريال للمصانع الجديدة، كما وصل حجم رأس المال المستثمر المرخص في القطاع الصناعي إلى 1,300,000,000,000 ريال بحمد الله وبهمة أصحاب المعالي وفريق منظومة الصناعة ووزارة الصناعة. تجاوز عدد المصانع 10,000 بعد أن كان 8,000 في 2019، كما وصل عدد القوى العاملة في القطاع أكثر من 614,000، مما يمثل تسارعاً لم تشهد الصناعة الوطنية مثله. ورأيت الأرقام اللي ذكرها الأخ سليمان المزروع والأخ إبراهيم المعجل أن كسرناها في فترة قصيرة جداً، فهذا يدل على حجم وقدرتنا الحمد لله على كسر الأرقام، وأن بإذن الله في 2030 سنصل إلى طموحاتنا. وأود التوضيح والذي ذكره أخي صالح الرشيد أبو أسامة أن الاستثمارات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 33% من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي، وعددها يمثل 90% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية في المملكة، وعدد موظفيها يمثل 56% من إجمالي عدد موظفي القطاع، وبفضل الله ثم بالجهود القائمة يعتبر أداء المملكة في ريادة الأعمال مقارب لمتوسط البلدان ذات الأداء المرتفع، وجهود المملكة تتماشى مع برامج تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عدد من الدول المتقدمة مثل ألمانيا. ويشمل اهتمام القطاع الصناعي بريادة الأعمال والمنشآت الناشئة في خلق بيئة محفزة ومساعدة على جميع المستويات التشغيلية والتمويلية واللوجستية، مما يعزز مستويات الابتكار في المنشآت الصناعية الوطنية ويسهل وصولها إلى الأسواق المحلية والإقليمية،
وهذا من شأنه أن يرفع ثقتكم وثقة الشباب وطننا بالفرص المتاحة أمامهم للدخول في عالم الصناعة. إن في رؤيتنا وبرامجنا تعنى بتوظيف كل هذه الموارد الطبيعية والبشرية المتمثلة بالشباب السعودي في تطوير برامج تحقيق الرؤية مملكة 2030، والتي وضعت الخطط الاستراتيجية والتشغيلية لجميع مكونات ومجالات الاقتصاد السعودي، ومن أهمها برنامج تطوير الصناعات والخدمات اللوجستية التي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية كما ذكر زميلي الأستاذ سليمان المزروع. تتمحور الاستراتيجية الصناعية لزيادة القدرة التنافسية فيما يلي: الإنتاجية والثروة الصناعية الرابعة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسلسلة التوريد، الابتكار الصناعي، تطوير القدرات، منظومة التمويل والبنية التحتية للجودة. بالإضافة لهذه الجهود فإن هناك جهوداً مع برنامج تنمية القدرات البشرية التي أنتم صلب تطويرها وأهدافها، وتعمل لتحضير شباب لسوق العمل المستقبلي المحلي والعالمي وتعزيز ثقافة العمل لديهم وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. الحقيقة ننظر إلى شبابنا الذين يشكلون 70% من المجتمع إلى الاستفادة من هذه الممكنات التي نسعى جميعاً في منظومة الصناعة والثروة المعدنية إلى تقديمها والارتقاء بها، ولا سيما بأن الشباب من خلال مجموعة من المبادرات التنمية القدرات البشرية المخصصة مثل برنامج التلمذة الصناعية الذي كان لكم دور كبير في جامعة الفيصل الحقيقة في العمل فيه بين برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية وبرنامج تنمية القدرات البشرية لتكوين قوة عاملة ذات مستويات تعليمية عالية وذات قدرات تنافسية متميزة في الميدان. ولهذا أيضاً وقعت وزارة الصناعة ومنظومتها مع منظومة الموارد البشرية اتفاقية خماسية لتوطين القطاع الصناعي التي تستهدف تطوير برنامج دعم الرواتب ورفع المهارات. الحقيقة ما نقوم فيه في وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها تعمل مع جميع جهات المنظومة لتقديم خدمات ومحفزات عديدة لدعم الشباب ورواد الأعمال، ومثال مشاريع الحاضنات والمشرعات من خلال هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الصناعية والمدن الصناعية، ونناشد الشباب الاستفادة من هذه الخدمات لتنمية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. لذا أقول لكم أخيراً، قطاع الصناعة ينتظر منكم المشاركة فيه كما قال معالي الدكتور غازي قصيبة رحمه الله أول وزير للصناعة في المملكة: أنتم أمة الشباب، أبطال التنمية الحقيقيين وليس الوزراء ونوابهم أو كبار الموظفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً جزيلاً لمعالي المهندس أسامة الزامن. وها نحن أيها الحضور الكريم نصل وإياكم إلى ختام جولتنا المباركة، سعدنا فيها معكم ضيوفاً وأساتذة وزملاء. وأما الآن مع تكريم متحدثينا الكرام، فليتفضل معالي رئيس جامعة الفيصل الأستاذ الدكتور محمد بن علي آل هيازع، ورئيس رابطة طلاب كلية الهندسة في جامعة الفيصل متعب بن عبد العزيز الرشيد. سعادة الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل فليتفضل مشكورا. سعادة المهندس سليمان بن خالد المزروع فليتفضل مشكورا.
سعادة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، فليتفضل مشكوراً. سعادة المهندس وليد بن عبد المجيد أبو خالد، فليتفضل مشكوراً. معالي نائب وزير الصناعة المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل، فليتفضل مشكوراً. نشكر لكم حضوركم ونتطلع لرؤيتكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.